السلام عليكم، معكم السيد علي من الاسماعيليه مصر. النهارده عجبتني فكره الاستاذ عزيزه غلامه ازاي الواحد بيرتب المحل. الفكره دي خلتنا افتكر المحل بتاعي دوت، بقاله ثواني بس اقفل الباب عشان الصوت. المحل بتاعي ده يا جماعه دوت، المحل بتاعي ده عباره عن 2 متر ونص في 3.5، يعني انا امشي كده 3.5 وكده 2.5، بل بالعكس في كمان عمود خرسانه هنا اهوت واخد من المحل، وفي عمود خرسانه تاني اهوت واخد من المحل. لو انتوا لاحظتوا انا نزلت بالمحل درجتين سلم علشان اقدر اعمل صندره فوق للقص. زي ما انتوا شايفين المحل ده يعتبر صغير جدا، في كل حاجه، في كافي كورنر اللي هي اهوت، في قهوه وشاي، وعندي تفضلوا معانا، عندنا قهوه وشاي، وعندنا نسكافيه، وعندنا كاكاو باللبن، وعندنا كل حاجه انا بعملها لنفسي وانا قاعد في المحل. طبعا انا مش ببيع الحاجات دي، انا حاجات عامل ركن ليا بالكرسي اهوت ماشي، وعندي طبعا الايه السبرتايه كل حاجه دوت، علبه مناديل من جوه، مش عارف الكاميرا هتجيبها ولا لا، فيها سماعات بتشتغل زي الراديو كديكور. عندي مكانتين في المحل اللي هو 2.5 ده مرتبه، عندي مكانة الخياطة بتاعتي، عندي الكمبيوتر بتاعي وادي الكيسة تحت، عندي سماعات صب، عندي مكنة اوفر، طبعا مكوى بخار، ترابيزة مكوى، دراع للمكوى، حاجة المكوى بتاعتي اللي بشتغل بيها، طبعا زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنا ورا حاطط شغل الزباين، كله بيبقى حاطط فيه شغل الزباين. طيب انا بقص فين بقى؟ انا عشان المحل بتاعي زي ما انتم شفتوا كده ظهر، طبعا ده غير البروفا، وجوه فيه بوتاجاز صغير زي ما قلت لكم، فيه التلاجة تحت في الركن بتاعي، ده المحل بتاعي الصغير. طبعا عندي الجزء اللي فوق، معلش انا قلت اصوره مكركب كده، عندي الجزء اللي فوق وده اللي هو بنك القص اللي انا بصور لكم منه. ده بنك قص 2.25 متر في 120. طبعا عندي اضاءة مجوز، عندي الاضاءة دي 2 وفي 2 تانيين بشغلهم لما يكون الضوء ضعيف، وده المكان اللي انا بقص فيه. عندي مقص كهرباء صينية، وعندي مقص تاني اللي هو الصغير اللي هو اللي هاند ميد، مقصات بتاعتي، عندي المروحة. المكان هنا بيبقى حر جدا في الصيف، فانا عندي المروحه هنا تسحب من التكييف وبتطلع لي فوق هنا في المحل. هو ده طبعا سيدة، اوريتكم البكر تحت، عندي الشوكه، الناس اللي هي اصحاب المصانع عارفين يعني ايه شوكه، والقضيب بتاعها اهوت، دي بفرش القماش على الحيطه، عندي الشماعه بعلق عليها البطرونات بتاعتي، عندي راوتر في المحل. فجماعة عمرها ما جت بموضوع حجم الحاجة، ربنا يبارك في القايل. فالمحل دوت، المحل ده انا خدته من سنة 2001، يعني بقاله معايا 20 سنة. طبعا دي شهادات تقدير كنت واخدها من مركز السلام، دي شهادات رسمية ماشي. ليه انا بقى عجبتني فكرة الاستاذ عزيزة ابو لابا، عجبتني فكرة الأستاذة عزيزة أبو لما، أنا كنت عايز أقول حاجة زي كده ليه؟ لأن أنا لازم تعرفوا إن البركة عمرها ما كانت بالحجم أبداً أبداً، البركة طول عمرها بالمكان، بالإيه؟ بالبركة في المكان سبحانه وتعالى. فالمحل ده يعتبر عندي صغير جداً، حتى السلم في ناس كتيرة بتعتبره خطر نزوله، مع إن هو سهل وزي العسل يعني، مفيهوش أي مشكلة، أو أنا اتعودت عليه. وزي ما أنتوا شايفين بكون تعبان بقعد هنا كده، وبجيب العده بتاعتي واقعد هنا في روقان. تعرفين عايز اقول لكم حاجه، انا لو فردت رجلي كده اوصل لاخر الدكان يعني، فهو مش بالحجم خالص خالص خالص، بل بالعكس المكان مريح بالنسبه لي، مريح نفسيا. ده اماكن البقر الخيط. عامل في المكنه بتاعتي يا بالدراج، عامل في المكنه بتاعتي الثلاث دراج، هو المكان بالبركه في المكان، في المكان مش في الحجم. انا اعرف ناس عندها
يعني انا المحل بتاعي ده علبه فيها، يعتبر علبه كده جوه المحل، والمحلات مش شغاله والحمد لله. فاحنا الحمد لله المكان بالبركه بتاعته، فالحمد لله. طبعا شكري طبعا للاستاذ عزيز ابو لامع على المباشر طبعا دوت. الحمد لله ربنا اكرمني في المحل بتاعي ان انا حاصل على دراع اليوتيوب، حاطه عندي في المحل وقعدتي زي ما انتم شايفين. دكان حجمه بسيط جدا 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 جدا. عندي اللمبه اللي بتاعتي فوق مني على المكن. عندي هنا كل اشكال، يعني تقريبا معظم اشكال الزراير. عندي علب كتير فيها زراير، وعشان ما اغلطش لما كنت في حد طالب مني زرار ولا حاجه، عامل كل الزراير هنا بشوف الزرار اللي عندي ايه. عندي كباسين خرب، وعندي زراير كبس، عندي كل حاجه. عندي زراير كبس، كل اشكال الزراير دي موجوده عندي في المحل. كل زرار من دول بعلبه، بس طبعا انا مش عارف اوريك كل العلب دلوقتي. كل زرار من دول بعلبه. انا حاولت النهارده اصور المحل بتاعي، انا سعيد جدا بيه.